بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. صلاة تنحل بها العقد وتنفك بها الكرب وتفتح لنا بها يا رب أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين ومتابعين قناة المزرعة. والنهاردة يا جماعة راجعين لكم بعرض بسم الله ما شاء الله تبارك الله، تشكيلة يعني جاموس وبقر وجمال تبارك الله من عند المعلم عبد العزيز تاجر الغلابة ده يا جماعة. معلم عبد العزيز السلام عليكم. السلام، ايه اخبارك عمده؟ كل سنه وانت طيب. طيب الله يوسع عليك. بنحب نقول للساده المشاهدين كل سنه وانتم طيبين وسنه سعيده عليكم يا رب كده ويجعلها كلها خير وبركه ان شاء الله. ايه النهارده عندنا يا معلم؟ عندنا جمال وعندنا جاموس عندنا بقر. بالصلاه على النبي الله اكبر عليك. نخش نتفرج طبعا معلم. اتفضل. نخش يا جماعه الحوش بتاع المعلم عبد العزيز. النهارده عرض لنا جاموس والد النهارده صح؟ ايوه جاموس والد وبقر والد. بالصلاة على حضرة النبي تبارك الله. ادي يا جماعة هنخش نشوف ايه فيه. ادي معانا هنا جمل ومعانا هنا اول جاموسة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ما تفك لنا كده ونفرش كده المشاهدة معلم. ادونا لايك يا جماعة في اول الفيديو، ما تنسوناش في اللايك. احنا والله يعني عاملين النهاردة فيديوهات من سوق الجمال، وادي فيديو من سوق من الحوش بتاع المعلم ابو عزيز، وده كله مشوار يعني سوق الجمال في كابومبو يا جماعه، والحوش ده في سوق الجمال في ضراعه والحوش ده في كابومبو. بسم الله ما شاء الله عزبه العرب مع المعلم ابو عزيز. ادي اول جاموسه هنفرشكم عليها حاجه حاجه. الصلاه على النبي تبارك الله. الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ادي يا جماعه الحلبات. بسم الله ما شاء الله. الصلاة على النبي تبارك الله. هنقول الولد الكامل هذا معلم. دي احتمال الرابعة. الرابعة؟ اه. الولد الرابعة يا جماعة. الصلاة على النبي. وهذه الحلبات يا جماعة يعني حاجة كويسة بسم الله ما شاء الله. لبنها كام وكام معلم؟ دي بتجيب 66. 66؟ 66. على شروط؟ على شروط. 6 و6. ايوه. بالصلاة على النبي تبارك الله. كل شطر فين بيقول على كيلو ونص بتاعتنا. يعني كل شطر كيلو ونص. كيلو ونص. اه في اليوم صح؟ في اليوم. يعني الشطر 3 كيلو في اليوم كده. الشطر 3 كيلو في اليوم. اه اللي هو الصبح. ربنا كمان. اه بالصلاة على النبي تبارك الله. الولد الرابع ليها. ايوه. الولد الرابع. وهذه بنته. والراجل بيقول 6 كيلو لبن يا جماعة. بالصلاة على النبي تبارك الله. بسم الله ما شاء الله. تبارك الله. هذه الجاموسة يا جماعة بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ودي بتها يا جماعة. ما شاء الله تبارك الله. مشي في الشمس هاي كده معلم، خلي المشاهد يتفرج. الصلاة على النبي. تحتي أنت يا جماعة. مواليد شهرين. مواليد شهرين. الزقوة حلوة يا معلم. الزقوة حلوة بسم الله ما شاء الله. زقوة حلوة يا جماعة. اللبن بيبان من الزقوة طبعا زي ما حضراتكم عارفين، والرايل بيقول يعني إيه شهرين أهي. بالصلاة على النبي. هذا انا عندي شهرين مالوش عارف. والولد الرابع ولا الخامس؟ لا الرابع. الرابع؟ الرابع. متأكد يعني؟ اه. بالصلاة على النبي، وين الفلوس يا معلم بالصلاة على النبي؟ الفلوس وكيلة كربة 18 28 600. 28 و600؟ ليش هادة كده يا معلم؟ والله العظيم ما حاجة برضه بالصلاة على النبي. هي تبارك الله. اه يعني 28 600 دي الفلوس ولا البيع والشراء؟ الفلوس. الفلوس. الفلوس وكيلة كربة مع بيع وشراء 29000 لك وانت تبيع. اه. ما احنا جايين لك يا معلم بعت جاموستين احنا دلوقتي. اه والله. ها؟ والله احنا جايين دلوقتي. احنا جايين يا جماعه والله بما يرضي الله. احنا قال لنا الراجل في 5 جاموسات ولا كام؟ 4 جاموسات. 4 جاموسات وبقره. 4 جاموسات وبقره وجمل. جينا لقينا جاموستين. الراجل لسه مطلع 2 والله يسهل لنا ويسهل له يا رب. بسم الله ما شاء الله. وادي النتايج يا جماعه. الحلبات بتاعتها برضه. الصلاه على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ماشي يا معلم نشوف الجاموسه الثانيه. يعني دي كده الفلوس 28 يا معلم عبد العزيز. 28600. 28600 دي الفلوس. الفلوس. امال ايه 28؟ طيب ليه 28؟ انت قلت لي 28 دلوقتي. 28600. 28600. ايوه. هي يا معلم الجاموسه دي 28600. وصلت 29 يعني؟ واحد من بحر كان عايز اضربه. اه. وصلت 29 يعني؟ وصلت 29 يعني. بالصلاة على النبي يا عم. طالبين من ربنا 30000. بالصلاة على النبي تبارك الله. بس الجاموس هدى شوية يا معلم أبو عزيز. حبيبي خلتني. أه معلم؟ الجاموس مش هدى شوية الدنيا؟ نظيفة يا حاج.
والسبع وانا اقول لك اقل شطري فيهم جبت يقل عن كيلو ونص بتاع. هي بما يرضي الله كويسه. اقل شطري بس انا شايف الحليب راي مره. اه. ما تستغربش اي احد. بالصلاه على النبي، الرايل بيقول 6 و6 يا جماعه بتحلب، وبشرط انك انت تستلم منه ال6 و6 دول. ايوه استلم مني 6. والولد الرابع والفلوس 28600 تبارك الله. ماشي يا معلم، نشوف الجاموسه الثانيه. هذه معنا جاموسه ثانيه برضه يا جماعه. صلوا على سيدنا النبي يا جماعه في التعليقات كده، كل سنه وانتم طيبين. وادونا لايك للفيديو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذه الجاموسه الثانيه يا جماعه ما شاء الله. خايفه هي يا معلم. هذه الجاموسة الثانية يا جماعة. الصلاة على النبي. لبنها كام ده معلم؟ دي؟ لا. دي بتجيب 3 3. 3 و3؟ ايوه. اهي يا جماعة الرجل بيقول 3 و3. تجيب 3 و3 معلم؟ اه. الصلاة على النبي تبارك. هي محلوبة امتى على كده دي؟ مش الصبح؟ لا محلوبة الصبح. الصبح ها؟ أنا شايفها 2 و2 يا معلم أبو عزيز. لا والله 3 و3. 3 و3؟ وزنت يعني؟ ناخذ منها 2 و2 وما نسيبش شطر ولا بتسيب لي البت. آه. تبارك الله، بسم الله ما شاء الله. والولد الكام ليها معلم؟ دي الثالثة. الثالثة؟ 3 ولدات. 3 ولدات، بس جعانة شوية ده معلم. جعانة. آه بالصلاة على النبي تبارك. عاش. ودي ولدها هي. آه. كم شهر الولد ده معلم؟ الولد بتاع شهر ونص كده. إيه تحتيها هي ذكر أنت؟ تحتيها ذكر؟ جعانه معلم بس. جعانه. طب ناخذ منه اللبن والله. ها؟ طب ليه تاخذ منه اللبن يا اخي مش حرام؟ اخذ منه اللبن. بالصلاة، أنت لسه جايبها ولا إيه؟ أيوه يا راي. بالصلاة على النبي يا معلم. تبارك الله. إيه الفلوس يا معلم؟ الفلوس 20 و800. 20 و800. بالصلاة على النبي. إيه الأسعار دي اللي متعودين عليها إحنا منك؟ أسعار الغلابة ده أنا داخل بالفيديو بقول بقول بتاع الغلابة دي. 20 و800 دي الفلوس ها؟ الفلوس يا عم. 20 و800 يا جماعة، الرايل بيقول لبنها 3 و3. وكيلك ربنا برضه معايا شراء مرتين. كام البيع والشراء؟ والله وكيلك ربنا 20 ونص. 21 ونص؟ وكيلك ربنا. بس فلوسها بالحلال 20 و800. 20 و800. يعني ادوا له يا جماعة ادوا له كام كده؟ 700. 700؟ هي كام فلوسها 20 و800؟ اه وصلت 21 ونص. 700 جنيه يعني. الصلاة على النبي تبارك الله. ماشي يا معلم تمام. الصلاة على النبي. آه يا جماعة احنا معانا كده جاموستين وكده هنخش على البقرة. ايه في بقرة والدة وبقرة بلدي. بالصلاة على النبي تبارك الله. وادي ولدها اهو برضه. ايه هنشوفه ايه. الصلاة على النبي تبارك الله. برضه يا جماعه يعني ايه للعلم الساده المشاهدين، المعلم ابو عزيز دايما بيجيب الحياه اللي هي ايه يعني الحياه اللي هي يعني حياه قليله. يعني الجاموسه يعني انا اول مره اعرض عنده جاموسه توصل 28000، دايما بيبقى ايه الاسعار بتاعته تبقى مرتاحه. بس كل مال يعني المال بيختلف، مش كل المال زي بعضه. بالصلاه على النبي. يعني تلاقي يعني ايه واحده والده عنده مثلا ب 20 و400 قلت لي 20 و800. 20 و800. وفي واحده ب 28600. كم؟ بيع 2 ب 40000. بالصلاة على النبي. والله بيع 2 ب 40000. الواحدة ب 20 يعني؟ اه. بالصلاة على النبي. لا فيهم واحدة ب 21 ونص. اه. وفيهم واحدة ب 19 و 18 ونص. 18 ونص. وادي البقرة يا جماعة. هذه دي عجلة يعني يا جماعة. بالصلاة على النبي. عجلة والدة أو الولد. بالصلاة على النبي عليك يا معلم. بالصلاة على النبي. تبارك الله. أول ولدة يا جماعة أهي. ما شاء الله. كسر جوز العجله دي. تحتيها ايه يا معلم؟ تحتيها انتايه. تحتيها انتايه؟ ايوه. لو قلنا لبنها يا معلم؟ لا لبنها البقر ده بالذات ما بنحلبوش. ما بتحلبوش. عشان بكري كمان ده. آه. بس هي في الحليب زي العنب. اه يعني هنقول مثلا احنا بنفضل من بيتها بناخد نكد 2 كيلو اللي بفضل من بيتها. 2 و2 يعني نقول؟ نخلصها لا. نقول 2 و2؟ قول 2 و2. 2 و2 بالصلاة على النبي تبارك الله. هذا يا جماعة بقرة أول ولد ليها وسنها كسر جوز. جوز واحد. ايه الفلوس يا معلم؟ ورينا السنة يا معلم. هذه الجوزه يا جماعه. الصلاه على النبي يا معلم ابو عزيز. هي في مصداقيه يعني تبارك الله عليك انت. ايه الفلوس يا معلم؟ الفلوس 19 ونص. 19 ونص؟ بالصلاه على النبي. لو حد عايزها دي تخلص بكام يا معلم؟ والله حتى ادينا 500 مش طمعين قوي في العرب. والله انت راي البركه. والله ما طمعين قوي في العرب. يعني ب 20 تبيعها؟ عرفت 23. ها؟ والله عرفت 23.
ما انت سيبك من اللي تسوى. والله الوضع احنا برضه عشان خاطر المشاهد يا عم، يعني اللي اديك 20 تبيعها يا عم نبيع. بالصلاة على النبي، ماشي يا معلم. اربط كده يا معلم ورينا كده عيلها، خدها كده عليك هناك. الصلاة على النبي تبارك الله. اربطها هنا يا ابو عزيز، اربطها هنا، اربطها هنا. يا جماعة الرجل بيقول 20,000 يديها لك يعني. تحتيها انتهى قلت لي؟ تحتيها انتهى. تحتيها انتهى. اه برضه. ادي عيلة. قوم لي عيلها كده يا ابو عزيز. اه. انا كنت عايز اصور محاليبها من ورا يا اخي. بس عيب. بالصلاة على النبي. هي ما هي ضرتها صغيرة يا جماعة وهي جعانة عايزة تاكل. بلد يا معلم صح؟ بلدي نوعها. الصلاة على النبي. امبارح والله ما ادينا تسهل، بيت حقناك وبدك على قدنا. بتسهل بنتها؟ هي والدة امتى دي؟ والدة امتى دي؟ يا رب مواليد جديدة. ليها كم يوم يعني؟ يعني حسبة اسبوع. اسبوع؟ اه. الصلاة على النبي. مواليد جديدة خالص، قلت بتسهل بس عشان خاطر اللبن كله واخذاه هي. اه. يعني دي بتسهل ها؟ اه والله. ما شاء الله. تبارك الله. تمام يا معلم. نشوف بقى، انت عرض النهارده قعود صح؟ اه في قعود. وادي معانا قعود برضه يا جماعه، الراجل عرض لنا قعود النهارده. الصلاه على النبي تبارك الله. سنه يا معلم؟ كسر اربع سنات. كسر اربع سنات يا جماعه. الصلاه لا لا زي ما هو كده. الصلاه على النبي. ادي قعود يا جماعه كسر اربع سنات. ما شاء الله تبارك الله. الصلاة على النبي. الصلاة على النبي عليك. ايه فلوسه يا معلم؟ وكيلك ربك فلوس 21 و 200. دي الفلوس اللي عليه صح؟ اه يا جماعة الرجل بيقول 21 و 200. وبالصلاة على النبي، احنا النهارده مصورين برضه سوق الجمال، خشوا شوفوا ايه الاسعار يعني. بالصلاة على النبي. نحط رقم تليفونك يا معلم ابو عزيز. 011 299 3 55 23. انا برضه يا جماعه اسيب لكم رقم للي محتاج اي حاجه، محتاج يوصل للمعلم ابو عزيز انا هجيبه له، عايز اي حاجه من العرض انا هسيب لكم الرقم بتاعنا، رقم 010 15 420 713. بالصلاة على حضرة النبي. كل سنة والسادة المشاهدين بخير، رب ويجعلها سنة سعيدة عليكم وربنا يوفقنا معاكم، ونقدر كده يا جماعة نغطي لكم كل الأسعار، الجاموس والبقر والجمال وكل حاجة تبارك الله، العيول، الجاني، الماعز، الغنم. في نهاية الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.